انجزنا نسب كبيره من العوائل الفقيره، العوائل المناطق الاكثر فقرا، ومستمرين بعمليات تجهيز. الشيء الاخر، احنا مستعدين لتجهيز وجبه اخرى خلال ايام قليله، يعني مجرد ان ينطلق رمضان لو وصلنا نسبه تجهيز 75 راح نطلق وجبه اخرى من السله الغذائيه، وايضا نعد العدله وجبه ثالثه في الثلث الاخير من رمضان. جيد جدا. استطيع القول ان موضوع السله الغذائيه مسيطر عليه، والحكومه والوزاره عبرت في اكثر من موقف الالتزام بتجهيز السله الغذائيه، لكن للاسف البعض لا يميز بان السله الغذائيه معنيه بها وزاره التجاره. اما ما يحصل بالسوق التجاري، احنا نعمل الان خط موازي، وتطاعنا بال 72 ساعه القادمه ان نغير مستوى الاسعار وتعود الى معدلات جيده، لكن هذا هو غير مقنع. احنا الان باتجاه الضغط، اليوم السيد الوزير التقى بمعامل الزيت وبحثنا عن بدائل في موضوع الزيت، ماذا لو لم نحصل على الزيت الاوكراني؟ اليوم ناقشنا في وزاره التجاره اتجاهات ممكن الحركه عليها باتجاه معامل الزيوت اللي قد تكون من ناشئ ماليزيا، من ناشئ دول اخرى. انا استطيع القول انه بامكان المواطن يطمئن على اجراءات الوزاره في توفير السله الغذائيه.